أتمنى أنه أغلب الشباب اللي دخلوا عندهم حماس يدخلون يفوزون إن حتى شاء الله يغيرون والله. الواقع اللي نعيش به. لكن نقطة مهمة جدا، أريد نعرف دكتور، يعني هل أصبحت هل اليوم يعني أصبح الوضع في ظل تدخلات خارجية ربما وضع متجهين به للأسوأ، أو ربما متجهين به إلى تفاهمات دول كانت لها دور كبير ماكو في تفاهمات دول، اكو تبعيه. لا لا اليوم في ظل المؤتمرات وعن شاهد ماكو مؤتمرات، يا مؤتمرات هاي في بغداد. يا مؤتمر، هذا مؤتمر بغداد نعم كله مؤتمر هذا. شنو هي نقاط وشنو منهاج المؤتمر هذا؟ احكي لك، ورا المؤتمر نعم يطلع ضابط نعم كبير ايراني يقول احنا انا شفته نعم، وحازم صاغيه كاتب مقال عليه كبير نعم يقول احنا نحكم لبنان من خلال حزب الله، ونحكم سوريا من خلال الجيش السوري المرتبط بينا، ونحكم العراق من خلال الحشد، حتى هاي إساءة للحشد يعني. نعم. ونحكم اليمن من خلال شو اسمه، نحكم فلسطين من خلال حماس والجهاد الإسلامي. إيه هذا كلام هذا؟ نعم. هذا إيران كانت في المؤتمر، يا جماعة احترموا نفسكم وسكتوا. نعم. ربما بعيد عن سياسة الحكومة. لا، قائد عسكري كبير. نعم. ويا عسكر كلش وهاي نعم. جوقه واستعراض عسكري نعم. والقى هاي الكلمه، زين هذا معيب، هذا معيب هذا نعم. ولهذا ايران امريكا تتدخل، ها امريكا تتدخل، تركيا تتدخل، كلها تتدخل، ماكو حتى بقت بس جزر القمر ما تتدخل. نعم كلها تتدخل. بس هو تعرفين شنو الحقيقه، يعني اقول لك شيء نعم. بصراحه السماح بالتدخل، يعني انا صرت رئيس وزراء، سوينا مؤتمر شرم الشيخ وقلت له الدكتور مصطفى الكاظم وقلت له قبل العادل عملي انطلقوا سووا مؤتمر نعم. مكمل لشرم الشيخ، لكن سووا به جدول اعمال، سووا به بيان ختامي يطبق، بيان ختامي على يخلي تجي الامم المتحده، يجون الدائمي العضويه في مجلس الامن، جامعه الدول العربيه، مؤتمر المنظمه المؤتمر الاسلامي. هذا مقتنع بهذا المؤتمر اللي صاير في بغداد؟ لا هذا مو مؤتمر. لكن شنو هذا؟ لا لا هذا هيش تجمع، هيش تجمع؟ اي تجمع طبعا. تجمع شنو؟ ماكو يعني قريت البيان الختامي؟ اكو شيء بالبيان الختامي؟ نعم. هسا احنا بمؤتمر شرم الشيخ الاول نعم صارت لجنه نعم مشتركه نعم عراقيه سوريه امريكيه، ولجنه اخرى مشتركه عراقيه تركيه امريكيه نعم، وكنا دا نسوي لجنه ويا السعوديه نعم، ولجنه اخرى على اساس تصير ويا ايران لاحقا نعم. واثنين قررنا ان يصير مؤتمر للمصالحه الوطنيه وتكلف جامعه الدول العربيه باداره هذا المؤتمر نعم. وفعلا صارت ورا ما انا تركت رئاسه الوزراء جامعه الدول العربيه بزمن عمرو موسى هي سوت هذا المؤتمر، وهذا يعتبر المؤتمر الوحيد للمصالحه الوطنيه اليتيم نعم. فكان اكو بمنهجيه هذا المؤتمر نعم، وعلى اساس تطلع منه امانه عامه، وكل سنتين يصير مره صار نعم. هو على مستوى وزراء الخارجيه نعم بالوقت، فوصلت صدر ببيان ختامي كلش واضح. لكن دكتور اريد اعرف اليوم اكو تقارب بين السعوديه وايران، انت شنو رايك؟ هل بالفعل قدر العراق لا لا يلعب لا لا دور شو في شو هذا الموضوع؟ استاذه هيفاء اشيلك، ازعج واسوأ خلاف هو الخلاف العقائدي. نعم. فاكو خلاف عقائدي بين السعوديه وبين ايران. يمكن اكو ارهاصات تصير، مصطفى الكاظمي يتوسط، فلان يتوسط، فلان شويه تصير تعديلات، ولكن اكو تصعيد بالمواقف. نعم. يعني تلاحظين حضرتك لربما انه على بس اليمن. نعم. يعني الخجمات على السعوديه مستمره من قبل ايران. هاي الطائرات المسيره والصواريخ والى اخره. فما اعتقد اني يعني اكو شيء جدي. نعم. بالافق. ما ماكو شيء جدي، ما اعتقد يعني، ما اتصور ولا اتصور ولا سامع عنه من جهات اخرى. يضاف الى هذا حتى العلاقات ويا الدول العربيه الاخرى نعم. علاقات سطحيه كلش، يعني ما نزلت الى العمق نعم، ويا الاردن ويا مصر ويا كذا، يعني ماكو شيء جدي نعم يعني عميق الى حد الان. بينما العراق يقدر يلعب دور كلش مهم، اكثر مؤثر من بس مجرد كلام حلو ولطيف والى اخره. يعني دكتور بس نقطه مهمه جدا الوقت